وافق مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى على التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على التقرير، حيث يهدف المشروع إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته. هذا وقد تلا سعادة المستشار أسامة العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيانا بشأن التعزية بوفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس رحمه الله، وأشاد المجلس بما اتسمت به السياسة الخارجية لسلطنة عمان خلال توليه مقاليد الحكم، والحرص المستمر على إقامة علاقات أخوة وصداقة مع مختلف دول العالم. كما تلا العصفور بيان المجلس بمناسبة يوم السلك الدبلوماسي البحريني الذي يصادف 14 من شهر يناير، وعرب عن عظيم فخره وبالغ اعتزازه بالمسيرة الحافلة والمتميزة للدبلوماسية البحرينية وما حققته من نجاحات وإنجازات كبيرة على مدى 5 عقود. ووافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة. كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية مع حكومة جمهورية مصر العربية. وافق المجلس اليوم على مشروع بقانون يتعلق بتعديل القانون رقم 19 لعام 2006 المعني بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل. التعديل الأخير ينقل تبعة ترحيل العامل المخالف الذي ترك العمل وتم يعني مخالفته، أما لوجوده لدى صاحب عمل آخر أو لوجوده يعني يعمل منفردا، بأن تكون يعني تذكرته على حساب العامل إذا لم يكن يعمل لدى صاحب عمل أو على حساب صاحب العمل المخالف. كما أيضا شمل التعديل نقل جثمان العامل لا سمح الله في حالة الوفاة. أعتقد بأن هذا التعديل جوهري ومهم، خاصة وأن هناك قاعدة مهمة بأن يعني لا يستفيد المخطئ من خطأه ولا يستفيد كذلك من اقترف جرما من جريمته، وبالتالي من غير المناسب أن يضبط عامل وهذا العامل مخالف ثم يعني يتم تحميل صاحب العمل الأساسي الذي لم يخالف يعني تذكرته أو ترحيل جثمانه في حالة الوفاة.